السلام عليكم خوتي خواتاتي، واهلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنشكركم على التعاليق ديالكم اللي كتوصلني، كنشكركم على لو بارطاج ديالكم، وكنعطيكم غير الحوايج اللي انا مجرباهم مليون في المية. هاد الوصفه الله يطول لي عمركم، ديال الناس اللي عندهم الشقيقه، الناس اللي كتكون عندكم الشقيقه لا في رمضان ولا خارج رمضان. هنا اشنو غادي ناخذو؟ ها نتوما شوفوا معايا، ناخذو يا اما مغرفه ديال الحديد يا اما معلقه شويه كبيره، غادي نعملو فيها كيف كتشوفوا معايا، غنعملو فيها القهوه وفوسط منها الله يطول لي عمركم القرنفل، القهوه والقرنفل، وكنشعلو عليها البوطه، وهذاك الدخان وكتسدي الشراجم باش الدخان ما يضيعش ليك، وهذاك الدخان خاصها الله يطول لي عمركم هكذا، وهذاك الدخان تلقاي ليه وتشميه، يعني كتعمليه يعني كتطلعي من نيفك وكتنفسي من فمك. قد ما قديتي الدخان 3-4 المرات، وكنمشيو وكنتسرحو واحد 10 ديال الدقائق. ما يمكنش لكم تعملوا هاد الوصفه وتبقاي واقفه في الكوزينه والتلفازه خدامه والوليدات كيغوتوا، لا كنعملوها كنمشيو كنتسرحو. يعني دابا انا علاش عملتها لكم؟ حيت عملتها لراسي، فين ما كيشدني الالم ديال الراس، ما عنديش شقيقه البنات، فين ما كيشدني الالم ديال الراس كنعمل هاد الوصفه ديال القرنفل والقفا. ها نتوما كتشوفوا، والقهوه تكون جوده عاليه، القهوه تكون جوده عاليه. ها نتوما راه الله يطول لي عمركم، انا طحنا القرنفل مع القهوه، طحناهم وزدت لكم، زدت لكم سمرات ديال القرنفل باش تشوفوهم، يعني راكم غادي تقبطوا القرنفل الا كانت عندكم القهوه مطحونه، غادي تقبطوا غير القرنفل وغادي تطحنوا وغادي تخلطوه مع القهوه، غادي تاخذوا معلقه كبيره وغادي تعمليها فوق البوطه هكذا، وهاد البخار خاصك تشميه، خاصك تشميه، يعني كتعمليه من فمك. هذا راه دقه بطله للشقيقه واللي عنده الالم ديال الراس مع الصيام ومع الكارو، الناس مقطوعين ولا انانيت مدمنه على القهوه، يعني راها مجربه مليون في الميه. فوالا، يعني القهوه كنطحنوا القرنفل وكنخلطوها معاه، القهوه تكون جوده عاليه. ها نتوما القهوه تكون جوده عاليه على ود حنا محتاجين القهوه مع القرنفل. والله يطول لي عمرك، الا كان عندك شعرك مجموع كتحاولي تحلي شعرك وكتخلي هاد البخار يطلع لك مع وجهك، كتشميه مع نيفك. يعني هادي راها مجربه مني انا مليون في المية. ما تبخلوش علينا بلو بارطاج، دائما الاجر ليا ولكم، احبكم في الله.